نتبادل أطراف الحديث اليوم في تفسير سورة من سور القرآن لها معاني حقيقة جميلة، لها طابع واقعي، لها علاج لحياة المجتمعات منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان على هذه البسيطة. قلت مرة أن سورتان في القرآن بدأتا بالويل، ويل. سورة المطففين السورة الأولى سورة المطففين، والسورة الثانية سورة الهمزة. ولاحظوا نظرة عامة، المطففين تتكلم عن حقوق الناس المادية، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني ركزنا على الجانب المادي وإن كان المعنى عام أيضا. سورة الهمزة تتكلم عن حقوق الناس المعنوية، وفي كلتا الحالتين الله هدد ووعد بالويل حقوق الناس. لذلك احرص قدر استطاعتك أخي المسلم أختي المسلمة ألا تأخذ حق لآخر، لا حق مادي ولا حق معنوي. وخير طريقة لتفادي هذا أن تضبط هذا اللسان، عفة اللسان. نتابع إن شاء الله تعالى في أطراف هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الويل إذا كان من الإنسان للإنسان يكون دعاء بدعي عليه، يا ويلك ويل بدعي عليه، وفي يحمل معنى التهديد، يا ويلك منه. إذا في دعاء وتهديد. أما إذا كان الويل من الله فإنه حكم، الله ما بيدعي عليك، الله بيعطيك حكم، هو القاضي سبحانه وتعالى. هذا الحكم بالويل، ما هو الويل؟ قال أهل العلم هو مكان في جهنم، من أخفض بقاع جهنم، وقيل هو عذاب الويل. بغض النظر كان مكان ولا عذاب، لا شك أنه شيء مخيف. مرتين في القرآن يبدأ بهما سورتان تتكلمان عن حقوق الناس، قضية ما هي سهلة. ويل، لاحظ حتى في الصوت، ويلهم. فالوي هاي في اللام وما بعدها، فهذا حكم الله على من يفعل الآتي: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز خلقان سيئان لهما علاقة في كيفية نظرتك أنت للآخر، كيف تنظر للناس. أما الهمز فهو أن تحط من قيمة الناس صراحة علانية بشكل مباشر. هماز مشاء بنميم، ورد هذا في القرآن، هماز دائما مش عاجبه حدا. لاحظوا الهمزة في اللغة العربية من أشد الحروف، فيها شدة، همز فيها شدة، فهذا الذي يهمز الناس يشد، يضغط عليهم يشد عليهم من خلال ماذا؟ الهمز والكلام البذيء وتكسير المجاديف. زي ما نقول احنا بكسر مجاديف الناس، ما بحب يشوف واحد ناجح الا لما يعطيه ايش؟ كلمتين يهده، هذا هماز. هذا الهماز راح تعرفه اليوم ليش نفسيته تعبانه، حيفسر لك ربنا نفسيات هؤلاء. بضغط الناس، اذا بتعرفوا اللي كان يركب خيل
في شيء بيسموه المهماز. المهماز قطعة من المعدن تكون في حذاء الفارس يضرب بها الخيل حتى يشد في المسير، يهمز الخيل يعني في ضرب في ضرر. إذا الهمز شيء في شدة وقسوة وضغط ومحاصرة. الله بيقول هذا ويل له هماز، ويل لكل مش هماز همزة. يعني هماز يعني صفة فيه بيعملها يمكن مرة في الشهر مرتين في الشهر بمواقف معينة، لكن لما يكون دايدن الهمز شو بصير اسمه؟ همزة. في واحد بيهمز، في واحد هماز، في واحد شو؟ همزة. يعني عرف بهذا الخلق أكثر من اسمه. أجا الهمزة راح الهمزة. تخيل موقف انت لما تكون واحد بهالطريقة، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. إذا ويل لكل همزة. طيب شو الهمزة؟ اللمس شوي بيكون فيه عنده جبن، ما بيجيب لك إياها بشكل مباشر، بلف فيها. هذا اللمس هو بده يعمل نفس الهماز بس بيقدرش، إما لأنك أقوى منه، أنت في موقف قوي، أغنى منه، أنت في منصب ممكن يخاف من عقوبتك، لكن عنده هذا الخلق البديع فبده يحكيها. شو بحكيها؟ بلف، بلمزها لمز، ما بجيبها بشكل مباشر. إذا هذا الهماز، الهماز بشكل مباشر، اللماز بيلمزها. ومنهم من يلمزك في الصدقات. ورد في القرآن كان بعض الناس لما يوزع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات يصير يتكلم بكلام يعني يبين للناس ان النبي مش عادل، بس ما يقول يا محمد انت لم تعدل، مع انه في واحد قالها مباشره همزة. في ناس بقول لك يعني شو المشكله لو يعطيك رايب الواحد؟ فيها ايش يعني تعطيك رايبك؟ شو قصده؟ شو قصده؟ يبين لك انك انت بتحابي قرابك. هذا اللماز وعفكرة كثار في مجتمعاتنا، هذول الناس اللي متلاقين ما بيخلي مركب ساير إلا إيش؟ إلا يحط عثرة. هذا خلق بذيء مذموم صاحبه وهو، مش بس الخلق وصاحبه مذموم. لذلك اللسان يا إخوة يا أخوات، خاصة عند أخواتنا، ما إلك في الناس، لبست طلعت نزلت عاجبك مش عاجبك، أفضل لك لدينك ولدنياك ولآخرتك هذا اللسان. لذلك دائما يا إخوة تعودوا وتعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في رواية ليسكت. والله ما أجمل الحديث وما أجمل معناه وأثره على الواقع. عندك شيء في حق في أسلوب له همز ولا لمز، يجي النصيحة تهدى كالهدية، بتلفها وبتزينها وبتظبطها وبتجيبها لصاحبها. هذا دين الإسلام، هذا الخلق القويم. طيب صاحبنا هذا الهماز الهمزة واللماز اللمزة، الله قال ويل لكل همزة لمزة. صاحبنا هذا شو ماله؟ اسمع شو الذي جمع مالا وعدد، في قراءة الذي جمع مالا وعدد. ايش نفهم من جمع وجمع؟ انه بي 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 بلم حلال حرام، ها ما عنده مشكلة، هم ايش يلم يجمع. هلا هو ليش بجمع؟ فسر لك اياها الآية، فسرت لك اياها. جمع مالا وعدده، دولارات على دنانير على ذهب على يورو، هذا التعدد هيك ما عنده مشكله. اذا بيجمع ما عنده مشكله حلال ولا حرام، بده يبني وبيعدد. والان ليش هو بيعدد؟ من معاني التعديد او التعداد اتخاذ العده. لما انت بدك تشتغل ميكانيكي بدون عده بتشتغل؟ لا، فالعدة هي التي تعتد بها تتقوى فيها على شغلك
وعلى حياتك، وحتى احنا نقول اعددت للمستقبل. هذا العدة. فهذا الرجل جمع وعدد، جمع وعدد، لانه بيعتقد اعتقاد في قلبه انه هو افضل من كل الناس، وفلوسه مخليته احسن من كل الناس. هيك بيهمزه بالمز. شفتوا كيف المنتاليتي؟ شفتوا كيف العقلية؟ هو عنده فلوس ومعدد ومعتاد، معتاد. والعتاد في الحرب يقول عتاد، شو يعني عتاد؟ ذخيرة، هذا عدة، تحميلة وكذا، مش هيك؟ فهذا الرجل نظرته للمال موجودة عندي، إذا أنا ما حدا بوقف وجهي، محمي، بفتح كل الأبواب ومش شايف حدا. الذي جمع مالا وعدده. من معاني عدد ايضا التكثير، وكثرهم وبعدهم. الصبح بعد والمغرب بعد، الصبح بعد والمغرب بعد، هذا همه بالحياه. عدده. ويا ويلو ده حدا ايش؟ فتح الشمس. ولا هذول على فكره الناس بيموتوا القاهره. لانه دائما وري، دائما قلقان على هذا اللي عددهم، مش هيك؟ إذا الذي جمع مالا وعدده يحسب. زلنا نفكر، شو نفكر؟ اللي بعده، يحسب أن ما له ايش؟ لاحظ المد، مد صلة كبرى، يحسب أن ما له أخلده. بفكر أنه هذا المال اللي جمعه وعدده حيخليه خالد، حيتخلد، فيش يموت ولا في مرض، لانه معه مصاري ومش شايف حدا، ويا ارض الهدي ما عليك ايش؟ قدك. يحسب ان ما له اخلده. شو الجواب؟ كلا، مش مزبوط، ما يحسبه غير صحيح. اذا صاحبنا هذا اولا متكبر، لا شك في تكبر، في غفلة، غفلان، شايف ناس حاله على الناس، حتى إذا ممكن يبزوخ سيارة منيحة وشاف واحد قدامه بسوق سيارة مش نافع، ولا شو هذا؟ ليش بسوق في الشارع؟ مش لازم يسوق هون، مش لازم تسوق إلا قدامي، مش شايف حدا. طيب يا ترى موجودين في مجتمعاتنا هذول الناس؟ موجودين للأسف، نعم موجودين، موجودين. مش بس هذا كلام عن زمن قريش، لا، في 2015 في ناس يفكروا بالطريقه هاي. نسال الله ان يعافينا ويعافيكم ان شاء الله، ويعافيكن. يحسب ان ماله اخلده. كلا، ممنوع، هذا كلام مش صحيح. العقاب بامثال هؤلاء الدنيوي، الدنيوي معروف في عقاب دنيوي، ربنا عز وجل شوف نهايته، شوف كيف نهايته في الاخره إن لم يتب ويرجع. كلا لينبذن، لينبذن. ما هو النبذ؟ ما هو النبذ؟ ورد في سورة الإسراء، ورد في آيات كثيرة النبذ. النبذ في اللغة الهجر والترك والإهمال. منبوذ، شو يعني منبوذ؟ متروك، مهمل، فيها نوع من الإهانة. لاحظوا هو شو كان يهين مين؟ همزة، لمزة، مش كان يهين الناس؟ شو العقاب؟ بالنفس، عملك، عدل الإلهي. ما في واحد بيهمز وبيلمز إلا بيحتقر الناس، بيحتقر الآخرين، يحتقرهم للونهم أو لغتهم أو عرقهم أو جنسهم أو 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 أو. موجودين بين المسلمين هذا كلام، ما بتكلمش عن عالم المريخ، عندنا احنا في ناس للاسف الشديد. كل الناس يا اخوه خلق رب العالمين، ما حدا خلق نفسه، بالتالي ما بصير نعيب الناس على شكلهم ولا على ارزاقهم، هذا مش بايدينا، مش بايدينا، هذا بايد رب العالمين. اذا الله بيقول كلا لينبذن، في اللغه هذا الفعل مؤكد بطريقتين، اللام والنون المشدده. لينبذن، بده يحتقر ويهمل ويرمى. وين؟ مش في النار، مش في النار، ولا في جهنم، ولا في سقر،
سماها ربنا اسم لأول مرة بنسمعه في القرآن. كلا لينبذن في الحطمة. حطمة. من وين جاءت هذه الكلمة الحطمة؟ حطمة من التحطيم. هو وين كان عايش في الدنيا؟ كبرياء 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 وتكبر، شايف حاله على الناس؟ بده يهمل وينبذ في شيء مكان في جهة، بده يحطمه تحطيم. اللهم عافنا وعفو عنا. بده يحطم هالكبرياء، بده يحطم هالتكبر وذم الناس والكلام على الناس. يا إخوة، هذه الصورة غريبة عجيبة مخيفة. لينبذن في الحطمة، ولأنها أول مرة ترد في القرآن عرفها. وما أدراك ما الحطمة؟ ما حدا بيعرف ما الحطمة. مرة ما مرت معنا شو الحطمة أول مرة؟ ربنا بعرف لك إياها. وما أدراك ما الحطمة؟ لها تفسيرين، إنه أنت بتعرفش أنا بقول لك، أو شو ما حكينا لك مش حتعرف ولا تشعر بها. شيء غريب عجيب. وما أدراك ما الحطمة؟ شيء خاص لهؤلاء المتكبرين اللي بيحتقروا الناس وبيحتقروا البشر، سواء كان في منصب أو في غير منصب. طلع الناس من منخيره ليش؟ عشان معاك فلوس؟ جمع وعدد؟ طيب أشوف لما تروح على القبر هتاخد معك كم دولار؟ كم جيبة حيكون في الكفن؟ كم جيبة؟ اللي بيسرقوا أموال الناس وبينهبوا أموال الدول وبيجمعوا وبيعددوا إلى ماذا؟ وين رايحين؟ حطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. وهي كمان أول مرة في القرآن ربنا يضيف النار إلى اسمه نار الله. ما في نار الله. اللهم عافنا وعفو عنا. والله قضية خطيرة، دير بالنا على لساننا وعلى علاقتنا مع الناس. نار الله الموقدة. ما معنى موقد؟ موقد يعني 24 ساعة البنزين شغال، مش بتطفي وتبرد، موقدة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه النار لها قدرة على الاطلاع. لما الناس تذهب إلى الحساب، هاي النار حتشوف الناس اللي حيدخلوها لأنها عندها السنسور. وين السنسور بيرقب؟ الأفئدة. شو الأفئدة؟ مكان المشاعر، يعني مشاعر التكبر والهمز واللمز اللي كانت معاه في الدنيا حتكون سبب تعرف سنسور النار عليه. تطلع على الأفئدة. طب كم فؤاد عندنا احنا؟ ليش قال أفئدة مش فؤاد؟ العلماء قالوا هذه بلاغة، لأن في كل خلية في خلاياك هناك مركز تحكم. العين بتتكبر والأنف بيتكبر والسمع بيتكبر والإيد بتتكبر. أنا أسلم عليه؟ أنا أسلم عليه تكبر اليد؟ أنا أروح عبيته؟ تكبر الأرجل. أنا أكل من طعامه؟ لا يمكن. أنا أحط عيني بعينه؟ أنا أسمع كلام؟ شفتوا التكبر؟ كل هذه أفئدة. فالنار تطلع مباشرة في أول ما الناس تيجي في. طبعاً إحنا نؤمن اليوم في السنسورز والإلكترونيك، ما هي كلها كل حياتنا كبسات. بتروح على الجراج كبسة، بفتح لك الجراج بتفوت سنسورز. معروف اليوم الناس للتصديق بهذه القضايا أقرب من زمن السابقين، لأنهم عايشين. تعمل سكان اليوم، تخش على سكان. فهذه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم على مين؟ على الهماز واللماز، الهمز اللمز، عليهم. لاحظ اللغة العربية لما تستخدم حرف العلى يفيد الاستعلاء والسيطرة والإحاطة. على، مش في، على عليهم ايش؟
إنها عليهم مقصدة. فيش مجال يطلع ما محاصر مسكر موصل. نفس اللي كان يعملوا في الناس يوصد عليهم حياتهم بالهمز واللمز، يجعل حياتهم ضيقة، يضغطهم يشدهم ويشد عليهم يحتقرهم. وشوفوا قديش ألم الناس لما يسمع الكلام ده، هياخذ نفس الألم. نار الله المقدعة تكون موصدة على هؤلاء، فيش منفذ، فيش بريك، فيش ريسس، موصدة. طيب آخر آية، أكثر آية بتخوف، في عمد. إيش اللي في عمد؟ اللي فيها تعود على ماذا؟ على النار، لا شك، نتكلم عنها. في عمد ممددة. عمد في اللغة العربية جمع عمود. عمد جمع شو؟ عمود. ممددة، هلا بنقول عمود إما واقف أو ممدد. إيش ممدد يعني؟ أفقي على الأرض، مش عمود، أفقي. طيب شو معنى هذا؟ في نار جوا أعمدة ممددة. تخيلوا معي ترتيب الصورة، تكبر، إهانات، نحطم هالشخصية، نحطمه. والتحطيم مش بس تحطيم معنوي، تحطيم مادي، لأنه هو كان يحطم الناس معنويا وماديا. هناك تخيل وتصور لهذه الآية أن هذا الرجل سيوضع، تذكر لو أعطيك تشبيه، مخرطة الجانك يارد، حطوا سيارة بيكون فيه رولات وبتهرس السيارة وبتطلعها فتفيت. هذه نار الله الموقدة في فوقها أعمدة ممددة، بتلف بتدخل فيها بتهرس وبتحطمه. وهكذا داواليك يخلق من جديد ويتحطم. لاحظوا العذاب الأليم. لو أن الناس تعتبر، لو أننا نعتبر بهذا العقاب وقساوة هذا العقاب، لما تكلم إنسان على إنسان، ولما اغتاب إنسان إنسان، ولما همز ولمز إنسان على إنسان. اللهم عافنا واعف عنا، والله ما هي سهلة، والله ما هي مزحة. تخيل خير العذاب، عمد ممددة تحطمك وتحطم هذه الشخصية المتكبرة. نبثها رسالة لكل هؤلاء الناس، اتقوا الله. نعم رحمن رحيم غفور ودود، لكن إذا جاءت ساعة الحساب وساعة العقاب إن أخذه أليم شديد، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. يوم القيامة ربنا لا يظلم، الله لا يظلم أبدا. حرمت الظلم على نفسي، إذا من عدله سبحانه جل في علاه أن يعاقب هؤلاء هذه العقوبة. وقد قالها لهم في القرآن، ما كانت تفاجأ. هيا سورة موجودة الهمزة كلياتها 9 آيات 4 سطور، في عمل ممددة، نار تحطيم. فحري بنا يا إخوة كجارية مسلمة أن ننقل هذه المعاني إلى أزواجنا وزوجاتنا وأولادنا ونعلمهم. لأنه بعض الناس أنا بسمع هو مكسيكي. شو يعني المكسيكي؟ شو يعني هو مش بني آدم؟ لا يكون أنت مفكر الله بس إلك. ترى في عندنا نظرة إحنا المسلمين نفكر الله سبحانه وتعالى بس إلنا، إحنا إلنا حبيبنا ومش رب الناس الباقيين. لا، ربنا ما قالش إيش. شو قال؟ قال رب المسلمين، رب الناس. قل أعوذ برب الناس. فأوعى تفكر إن لأنك أنت يعني أحمد وخالد وإبراهيم يعني أنت بسوغر والناس الباقية يعني لا، صنف ثاني ثالث. إيانا يا إخوة، ما حدا بيضمن إلا رحمة رب العالمين. وما يدريك لعل أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره. أنت ما بصير تحط من قيمة الناس لجهدهم ولغاتهم حتى أديانهم، ما نعرف، ليسوا سواء. ممكن إيمانه بوازن بوازن إيمانك وإيمان 10، الله أعلم. ما إلنا فيها إن نهمز الناس. مين خلق الناس؟ ربنا. ما هو خلق نفسه، ما حدا خلق نفسه ضعيف وقصير وطويل وملون ومش ملون. لا، أنت عاجبك اتعامل، مش عاجبك اعتذر بكل أدب، بكل أدب. الإنسان يحرص على الدين، وهذا هذا دين يا إخوة. ولماذا هذه السورة في القرآن؟
حتى نحتاط لديننا ونحتاط للساننا. إذا اللسان يا إخوة ندير بالنا منه، ما تحكي إلا خير، اسمع أكثر مما تتكلم. وأختم بنصيحة، إذا جاءك من يتكلم لك عن آخر وعن تحدث، لأنه اللي بنقل إليك بنقل عنك، ما تقبل. قل له بدك تتكلم عن فلان، يلا روح عنده احكي قدامه، أو نحكي معه تلفون، هو بيجي ويحكي أمامه. والله لو كل واحد قال لأخي أو لأخته هذه الكلمة ما عاد هناك لا مغتابين ولا نمامين. نسأل الله أن يهدينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.